مبروك للفتح هارد لك للرائد. اجمالا وليد، هل المباراه استمرار لانتصار الفتح، استمرار لتراجع الرائد؟ اخر اربع مباريات الفتح يعني لعمل 12 نقطه. دائما احنا نتكلم عن الفتح، مفتاح الاول لنادي الفتح هو مراد باتلة مع زيلاريان وتيو، منظومه متكامله عنده يعني تنوع في اسلوب اللعب، دائما على الاطراف جهه اليمين مراد باتلة دائما هو الحل الامثل، كذلك عنده في الكرات القطريه خلف المدافعين لما يستحوذ على الكره دائما يكون خطر. الرائد يعني يمر في فتره صراحه يعني فتره جدا سيئه، يعني حتى كان مستوى الدفاعي عند مع مباراه اليوم 21 هدف، يعني نسبه كبيره من الاهداف امام لاعبين يعني مفاتيح لعب قادرين في اي ظرف من ظروف المباراه انه يسجل اهداف. اليوم الفتح اعتقد ما لعب بشكل يعني من خلال المباريات الماضيه، لعب في اقل من المتوسط ولكن خذ المباراه بالشوط الاول وحافظ على هذه النتيجه، كون انه الثلاث نقاط جدا مهمه قربته الى المركز الثالث الان، يعني مركز ثالث مؤقتا قبل مباراه النصر، فكانت متوقع المباراه ان الفتح هو راح ياخذ ثلاث نقاط لو حتى لو انه خارج ارضه. الرائد يمر في فتره جدا يعني صعبه. نعم في عندهم عناصر على المستوى الهجومي مثل محمد فوزير ومبركاوي امير سعيود، ولكن كره القدم هو المنظومه الدفاعيه دائما تامن مناطقك الدفاعيه وما تسجل عليك اهداف وتحاول انك تسجل اهداف النتائج تكون معك، ولكن لما المنظومه تكون يعني سيئه ترتيبك راح يكون في قاعه الترتيب.